صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فأصلي على الأموات الذين دفنوا بعد صلاة الظهر، وأحيانا على الذين دفنوا بعد صلاة الفجر أو من ليلة وليلتين، وقد أستمر على هذا الحال يوميا أو عدة أيام متتابعة، فهل عملي صحيح؟ أصبح صحيح، لكن فيه تكلف، فيه تكلف، ما كان السلف يعملون هذا. عليك بالدعاء لأموات المسلمين، ولو لم تذهب إلى القبور ادعو لهم لأموات المسلمين. نعم، ولا تتكلف كل يوم تروح الفجر وتروح، هذا فيه تكلف، وما كان هذا من عمل السلف. نعم.